الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية طلابنا وطالباتنا الأحباء. مبسوط كثير يعني على متابعتكم، كثير تبعتوا لي، كثير يعني طلاب متابعين. نتائجكم في الامتحانات يعني كثير طلاب بعتوا لي علامات، جايبين علامات ممتازة، هذا إشي بيسعدني. طبعا في البعض معلمينهم للأسف عمالهم بخرجوا عن المنهاج، بعطوا أسئلة ليست موجودة في المنهاج، بنقول لهم هذول اطمئنوا، هذول راح يندموا بكرة لما يجي امتحان الوزارة في عنا في الأردن، راح يدفعوا الثمن غالي هذول المعلمين لما يلاقوا انه في اشياء انت اعطيتها للطالب ضريته فيها ما فدته فيها. امتحان الوزارة راح يجي من ضمن منهاجنا احنا، وراح يكون امتحان طبيعي جدا، وكل الطلاب اللي معلمينهم تعبوا عليهم وفهموهم المادة فيهم راح يجيبوا علامات كاملة، وطلابي منهم ان شاء الله، وهذا اللي انا بساعده. خليني ادخل محمد بس على الخط. محمد اوكي حبيبي. هم هيك طلبوا الطلاب، طلبوا انه ابو حميد يكون معنا يعني. معاي محمد؟ محمد دواهيك. محمد ما بدك محمد؟ ايوه لا هي هي. طيب ابو حميد يلا. خليني بس يا محمد باسمك واسم طلابي وطالبات الأعزاء، طبعا خليني نحكي عن بعض الفيدباك، يعني الأشياء اللي شفتها من الطلاب بعتولي على الواتساب. في لسه في طلاب، مع أنه والله ما هي مادتي جماعة، موضوع الجهد وفرق الجهد والمجال مش مادتي، يعني أنا حكيت لكم عنها وهيني بحكي، بدي أحكي مرة تانية، يعني أنا بساعدكم بس هي المفروض هاي مادة أول ثانوي، يعني أخذته في سنوات ماضية. إذا عندي هنا موجب وهنا سالب، في خطوط مجال تخرج من الموجب وتدخل في السالب، هذه خطوط المجال. المجال قلت لكم شو هو المجال؟ المجال هو قوة كهربائية، بس على مين؟ على وحدة شحنات موجبة، وحدة شحنات موجب، يعني موجب واحد كولوم. هلا انا لو حطيت هنا واحد كولوم شو بتعمل فيها الشحن؟ بتنفر وهاي بتجذبه. حطوا واحد كولوم هون، هاي بتنفر وهاي بتجذب، وهاي الخطوط بتخبرني انه لو حطينا هنا واحد كولوم او هون او هون او هون او هون، شو يعني واحد كولوم؟ يعني وحده شحنات موجب، هاي راح تنفر وهاي راح، هذا اتجاه القوه. اتجاه الخطوط هو اتجاه القوه على كل وحدة شحنات موجب، فالمجال دائما هو قوة بس على وحدة شحنات. هلا إذا أنا حملت وحدة شحنات موجبة من هون، وحدة شحنات موجب، وحدة شحن حملتها وحطيتها هون، بدي أبذل شغل. هذا الشغل اللي أنا بذلته عشان أحط الواحد كولوم هون، هذا بنسميه في إيه، جهد إيه. حملت واحد كولوم وحطيته مثلا هون، هذا الجهد اللي أنا بذلته أو الشغل اللي أنا بذلته بنسميه في بي. حملت واحد كولوم من هون وحطيته هون، هذا الشغل اللي أنا بذلته عشان أتغلب على المجال، حتى أتغلب على قوة المجال وأحط الواحد كولوم، هذا بنسميه في إيه. فالجهد شو الجهد؟ الجهد هو الشغل اللي أنا بذلته على وحدة شحنات موجبة، والدليل وحدته. شو وحدته؟ وحدته فولت، يعني جول لكل كولوم، جول لكل كولوم، يعني اللي هو الفولت هو شغل بس انبذل على واحد كولوم. وين راح هذا الشغل؟ اتخزن في الشحنة على شكل طاقة. فلما اقول لك في اي 5 يعني كل كولوم بحطه عند اي بدي 5 جول، في بي 10 يعني كل كولوم بحطه عند بي بدي 10 جول. هلا كل ما انا امشي بعكس المجال اكثر ببذل جهد اكبر، ببذل شغل اكبر. فلذلك بنقول الموجب جهده عالي والسالب جهده منخفض. انا في طلاب قال لي طب شو يعني الموجب جهده عالي؟ يعني كي نضع واحد كولوم على اللوح الموجب بدي جهد كبير، بدي شغل كبير. كي نضع واحد كولوم على اللوح السالب نبذل جهد قليل. فشغلي لعند اللوح الموجب اكبر من شغلي لعند اللوح السالب. فالجهد عند الموجب عالي، يعني الشغل عالي، يعني كي نضع واحد كولوم نبذل شغل أكبر ونعطيه طاقة أكبر. كي نضع واحد كولوم عند إيه نبذل شغل أقل وطاقة أقل، هذا الجهد.
طب اذا نقلت انا 1 كولون، اذا نقلت 1 كولون من عند A لعند B، ده بسميه اتجاه العبور. انا عبرت من A ل B، هذا الشغل اللي انا بذلته من هون لهون بنسميه التغير في الجهد، دلتا في من A ل B، هذا اسمه اتجاه العبور. انا عبرت من عند A لعند B. الواحد كولوم لما حملته من هون لهون، طب انا نقلته من عند جهد منخفض لجهد عالي، يعني انا زدت له طاقته. لكن لو حملته من عند B لعند A، هذا بسموه اتجاه العبور، يعني هذا دلتا في من B ل A. من A ل B انا زدت الجهد، يعني نقلته من جهد منخفض لجهد عالي، يعني من طاقة منخفضة لطاقة أعلى، يعني أنا زدت له طاقته. فالشغل اللي أنا بذلته سبب له زيادة في الطاقة. لكن لما ينتقل من عند B لعند A، هذا الشغل بنقصته طاقته، بنقله من جهد عالي لجهد منخفض. فدلتا V هنا بيطلع معانا موجب، يعني الشحنة نقلت من جهد منخفض لجهد عالي. هنا دلتا V بيطلع سالب، يعني الشحنة نقلت من جهد عالي لجهد منخفض. هاي واحدة. شغلة تانية يا حبايبي، في طالب عز علي حبيبي هاشم، طبعا بيحكي لي أستاذ أنت يعني كاتب في الدوسية كثير بضلك تكتب بشرط الانتقال العبور من الجهد المنخفض للأعلى، كثير بضلك تكتب بشرط العبور من الجهد الأخفض للأعلى. ليش؟ أنا هيني بحكي لك يا هاشم، ولو أني حكيتها دائما يا هاشم والحكي للجميع، التيار ينتقل في المقاومة، التيار ينتقل في المقاومة من الجهد الأعلى إلى الجهد الأخفض. دائما التيار بيروح من الجهد العالي للمنخفض. هل أي طالب بالفطرة، بالفطرة أنا لو سألت أي طالب شو قانون دلتا في لمقاومة بحكي لي اي في ار. الطلاب بالفطره بيكتبوا القانون بالموجب. اي طالب بقول له اعطيني القانون الفلاني بتلاقيه بيعطيك اياه بالموجب. طب ما دام انا مخلي الطرف هذا موجب لازم اخلي كمان الطرف هذا موجب. طب كيف بدي اخليه موجب؟ اذا باخذ من الجهد المنخفض للجهد العالي. لما تاخذ من جهد منخفض لجهد عالي بزيد الجهد. فدائما انا يعني بقول لطلابي انه بما انكم انتم ضمنيا وبالفطره راح تكتبوا القانون بالموجب، فدائما خذ التغير في الجهد من المنخفض للاعلى. من المنخفض للاعلى هيك بيكون عندك الطرف هذا موجب، والطرف هذا موجب بيكون حلك صحيح. اما اللي حابب ياخذ من الجهد العالي للمنخفض، يعني عبر، هذا بنسميه اتجاه العبور، يعني عبر من عند A لعند B، يعني عبر باتجاه التيار. هنا دلتا في اي في ار، بس بدك تنتبه انه انت انتقلت من جهد عالي لمنخفض، من عالي لمنخفض، اذا انخفض الجهد، فشو لازم تحط سالب. نيجي للبطاريه، قلت لكم اللي بيحدد الجهد العالي والمنخفض في البطاريه الاقطاب وليس التيار، ملوش علاقه التيار. البطاريه ملناش علاقه بالتيار، لانه التيار اصلا مش شرط يكون تيارها هي. ممكن يكون في أكثر من بطارية، وهذا التيار هو تيار الدارة. فاللي بيحدد الجهد الأعلى والأخفض في المقام هو اتجاه التيار، لكن اللي بيحدد الجهد الأعلى والأخفض في البطارية الأقطاب وليس التيار. هنا VA أكبر من VB، كيف عرفنا؟ حسب اتجاه التيار، حسب اتجاه التيار. لكن هنا بنحكي VB أكبر من VA مش عشان التيار، لأنه A موصول بالسالب و B موصول بالموجب، والجهد السالب منخفض والجهد الموجب عالي. فهنا أي طالب بقول له شو دلتا V لهالبطارية، بقول لك القوة الدافئة، ما دام ملهاش مقاومة داخلية. إلا الطالب يكتب القانون بالموجب، خلص بالفطرة. فما دام انت راح تكتبه بالموجب، خذ من الجهد المنخفض للعالي، يعني انتقل من المنخفض للعالي، يعني اعبر من المنخفض للعالي، هذا اتجاه عبورك انتقالك. فلما تنتقل من منخفض لعالي بزيد الجهد. هو كلمة تغير، دائما تغير الشيء قلنا له احتمالين، اتغير يا اما زاد يا اما نقص. لما تقول لي انا تغير طول شعري، طب في احتمالين، في تغير زياده وفي تغير نقصان. فالطلاب بالفطرة إلا يكتب القانون بالموجب.
فما دام انت ايها الطالب راح تكتب القانون بالموجب، عود حالك تاخذ من المنخفض للعالي عشان يطلع معاك زياده في الجهد، يطلع موجب. اما اذا حابب تاخذ دلتا في من العالي للمنخفض، من العالي للمنخفض، هلا الفرق الجهد او التغير في الجهد هو القوه الدافع. بس اذا اخذت من عالي لمنخفض شو بيكون؟ انخفض الجهد. من جهد عالي لجهد منخفض، من عالي لمنخفض يعني انخفض، يعني تغير الجهد بالنقصان، انخفض يعني تغير سلبا. لكن من منخفض لعالي تغير ايجابا يعني زاد. طب اذا عندي بطاريه وفي لها مقاومة داخلي، هاي بطاريه وفي لها مقاومة داخلي، هاي ايه وهي بي وهي القوة الدافعة وهي ا، هل انا باجي بقول للطالب هنا؟ طبعا هنا اتجاه التيار بس ملوش علاقة بالجهد العالي والمنخفض، هنا اتجاه التيار انه ايه اقطع، هنا اتجاه التيار بس معناه انه هنا ايه اللي هي القوة الدافعة، اطرح منها اي في ار ولا ازيد لها اي في ار بس. هلا لما يكون التيار مع القوة الدافعة بده يكون ناقص اي في ار. هلا اي طالب بالفطرة اللي يكتب القانون هيك بالموجب، لما اطرح من القوة الدافعة شيء صغير، ما هو جهد المقاومة الداخلية بيكون صغير اللي هو سميناه الهبوط في الجهد، راح يطلع معنا الرقم موجب كبير ناقص موجب، يعني يطلع بالفطرة الطالب هذا راح هيك راح يكتب القانون. ما دامك ايها الطالب كاتبه بالموجب، خذ التغير في الجهد من المنخفض للعالي. هنا جهد ايه منخفض، ماشي مش تقول لي ما هو التيار، هي ماليش في التيار، هنا ما لي علاقه بالتيار. الذي يحدد الجهد الاعلى والاخفض هون الاقطاب وليس التيار. التيار بس وظيفته اطرح اي في ار ولا اضيف اي في ار بس. طب لو طالب اخذ دلتا في من بي لايه، نفس القانون نفسه راح يضلها اي ناقص اي في ار لانه تفريغ. لما يكون التيار مع القوة الدافعة تفريغ، بس اللهم بدكم تضربوا القوس كله هذا بسالب، لأنه أنا انتقلت من جهد عالي لمنخفض. من عالي ليش هذا عالي؟ لأنه موصول بالموجب مش عشان التيار. هذا منخفض أنا موصول بالسالب. لما أنتقل من عالي لمنخفض من بي لأي إذن تغير الجهد بالنقصان، لكن من إيه لبي تغير الجهد بالزيادة. فهنا دائما الطالب راح يكتب القانون بالصوره الموجبه. فعودوا حالكم تاخذوا من المنخفض للاعلى. وعلمتك كيف تعرف الاعلى والاخفض في المقاومه، وكيف تعرف الاعلى والاخفض في البطاريه. اما والله اذا اخذت من عالي لمنخفض تضرب المقدار كله بسالب. لو اخذنا بطاريه مثلا هيك، بطاريه بهذا الشكل، وهي التيار ماشي هيك، هلا ايه موصول بالسالب، بي موصول بايش؟ بالموجب. ما اليش علاقه بالتيار، ما الي علاقه بالتيار. ايه موصول بالسالب، بي موصول بالموجب، اذا في ايه اقل من في بي، في ايه اقل من في بي. تاكد بس انه قبل كتبناها هيك ولا لا، في ايه في ايه اقل من في بي. اه مظبوط. هنا التيار عمله بيشحن البطاريه، التيار عمله بيشحنها، التيار عكس القوة الدافعة، القوة الدافعة دائما السالب الموجب داخل البطارية. هل أنا يعني أي طالب بقول له كم دلتا في؟ بقول لك دلتا في هنا إي زائد أي آر. خلص طلابنا حافظين القوانين بالصورة الموجب. طب ما دامك ماخذ القانون بالموجب خلي هاي برضه بالموجب، فخذ من المنخفض للأعلى. لما تاخذ من الأخفض للأعلى بتغير الجهد بالموجب. اما والله اذا حابب تاخذ دلتا في من بي لايه انا ما عندي مشكله، القانون ما راح يتغير، راح يضل اي زائد اي زائد اي لانها انشحنت البطاريه. هلا في طلاب بيقول لي طب ليش هناك ناقص هون زائد؟ خليني بس اكملها. هلا من بي لايه نقص الجهد، تضرب المقدار كله بسالب وبس. لكن معظمكم ما راح ينتبه للسالب، معظم الطلاب بتقول له شو دلتا في للمقاومه اي في ار، شو دلتا في للبطاريه كذا، الا الطالب ياخذ القيمه الموجبه. فما دامك ماخذ الطرف اليمين بالموجب خلي الطرف اليسار موجب، فخذ دائما من الجهد الاخفض للاعلى، من الاخفض للاعلى. اخذت من الاعلى للاخفض بدك تضيف سالب عشان ما انخفض الجهد، واضح؟
في طلاب يقول لي ليش هو ناقص اي في، انا شوف انا كطريقه عشان احفظكم اياه، انه هون صار تفريغ، هون صار عندنا شحن، اما هي الى اثبات راح ناخذ، راح اثبت لكم اياها بعدين، هاي راح نثبتها. ان دلتا في للمقام ما فيش غير قانون واحد، قانون ار، لكن دلتا في لبطاريه في ثلاث قوانين، يا اي يا اي ناقص اي في ار، يا اي زائد اي في ار. اذا فيش مقاومه داخليه فيش تيار اي، في تيار في مقاومه داخليه وتفريغ اي ناقص اي في ار، في بطاريه وفي مقاومه داخليه وفي تيار وشحن اي زائد اي في ار. اثباته بعدين راح اثبت لكم اياه. ودائما عودوا حالكم تاخذوا من الاخفض للاعلى عشان يطلع معك دلتا في بالموجه. اخذت من الاعلى للاخفض بدك تضرب المقدار كله بسالب، هاي هي. في كمان شغله هلا بدنا نخبركم كمان شغله، في بعض الطلاب وخليني أكون صريح طالبات يعني، ولا لا في كمان برضو طلاب، موضوع منحنى التغيرات في الجهد عملوا لي قصة عليه جماعة، والله ولا أسهل من هيك يعني. هون بنرسم الجهود وهون اتجاه العبور، هذا اتجاه العبور. هل أنا لو عندي بطارية بس بديش أخذ غير بطارية، هاي بطارية، هاي بطارية، لا بدي مقاومات ولا بدي، بس بطارية. طب انا هلا عبرت هيك، السلك كان فاضي، الجهد ثابت، لما اعبر من سالب لموجب شو بصير في الجهد؟ بيزيد الجهد، بيزيد. هلا لو انا اجيت احسب، طيب هاي النقطه شو بتمثل؟ الجهد اللي قبل البطاريه مباشره، وهاي النقطه شو بتمثل؟ الجهد اللي بعد البطاريه مباشره. اذا انا لو عرفت جهد هاي النقطه، تعالوا هون هاي جهد هاي النقطه، وتعال هون هاي جهد هاي النقطه، إذا طرحت هذا الجهد ناقص هذا الجهد، هذا الجهد ناقص الجهد، شو بيطلع معي؟ دلتا في. طب هاي دلتا في لمين؟ للبطارية. هذه الدلتا في اللي أنا طرحتها في، هاي ناقص، ما هذول النقطتين هم يعني، هاي تمثل النقطة اللي قبل البطارية مباشرة، وهاي بتمثل النقطة اللي بعد البطارية مباشرة. إذا أنا أخذت جهد هاي النقطة وجهد هاي النقطة وطرحتهم، شو بيكون هذا؟ دلتا في لمين؟ للبطارية. طب ما دام ما لهاش مقاومه داخليه، اذا هذا الدلتا في شو بيمثل؟ هالدلتا في هاي شو بتمثل؟ هاي تمثل القوه الدافعه للبطاريه. طيب هلا لو عندي مثلا هون في مقاومه، هلا بدنا ناخذ جنبها مقاومه، هلا اذا في هون مقاومه خارجيه ولا داخليه تفرقش معنا، في مقاومه، طب شو بصير في الجهد لما نمر من المقاومه؟ بقل الجهد، بقل هذا الجهد اللي قبل المقاومة وهذا الجهد اللي بعد المقاومة. ايوه هاي المقاومة لحالها عشان ما تتخربطوش، هاي المقاومة وهي في وهي العبو. هلا الجهد هون شو صار فيه؟ هبط، هبط. هاي اللي هي شو بتمثل؟ الجهد اللي قبل المقاومة، وهاي شو بتمثل؟ الجهد اللي بعد المقاومة. هلا انا لو اخذت جهد هاي النقطه، هاي الجهود، الجهود هون، وهاي النقطه تمثل الجهد اللي هون، يعني هاي تمثل الجهد اللي قبل المقاومه وهاي تمثل الجهد اللي بعد المقاومه. لما اطرح هاي ناقص هاي شو بتمثل؟ هاي دلتا في. ودائما خذوا الكبير ناقص الصغير عشان يطلع دلتا في موجب، عشان يطلع القانون بالموجب، عشان نخلص من الاشارات. لما اخذ الكبير ناقص الصغير بيطلع معي الدلتا موجب، والقانون موجب بيكون حلي صحيح. طب هاي الدلتا في شو بتمثل؟ هاي الدلتا في، هاي الدلتا في شو بتمثل؟ دلتا في للمقاومه. شو دلتا في للمقاومه؟ اي في ار. اذا مقاومه خارجيه اي في ار، واذا داخليه اي في ار. اذا هذا الطلوع شو بيمثل؟ القوه الدافعه. ونزول شو بيمثل؟ يا اما اي في ار كابيتال يا اما اي في ار سمول. فما بدهاش شيء دكاتره يعني، هذا الطلوع دائما الطلوع اللي هو القوة الدافعة. إذا أنا رحت من هون أخذت جهد هاي النقطة، ومن هون أخذت جهد هاي النقطة، إذا أخذت جهد البداية وجهد النهاية وطرحتهم، شو بطلع؟ دلتا في. الدلتا في هاي دلتا في لمين؟ للبطارية، اللي هي القوة الدافعة. إذا رحت من هون أخذت جهد البداية، ومن هون أخذت جهد النهاية وطرحتهم، شو هاي الدلتا في؟ دلتا في للمقاومة. شو دلتا في للمقاومة؟ أي في آر. فدائما الصعود اللي هو القوة الدافعة. وليش القوة الدافعة؟ لأن المقاومة الداخلية بنكون طالعينها برا، المقاومة الداخلية طلعناها برا. إذا أنت عمالك تاخذ دلتا في للبطارية بدون مقاومة داخلية، فدائما الصعود اللي هو إيه؟ ونزول
بيكون يا اما اي في ار كابيتال، او اذا مقامه داخليه اي في ار سمول. بعرف جهد بدايتها للمقامه وجهد نهايتها. من وين بعرف جهد البدايه والنهايه؟ من هون. هذا بيكون جهد البدايه وهذا بيكون جهد النهايه. بطرح جهد البدايه ناقص، بطرح الجهد هذا ناقص، بيطلع دلتا في للمقامه، بعدين بقول دلتا في اي في ار. اذا بطاريه باخذ جهد النهايه وجهد البدايه وبطرحهم، بيطلع دلتا في للبطاريه. شو دلتا في للبطاريه؟ هو القوه الدافعه. طب اذا في اكثر من بطاريه بيكون ايكويفالنت، يعني القوه الدافعه المكافئه. بس اذا في اكثر من بطاريه بتكون اي للمكافئه. هلا شو المكافئه؟ اذا البطاريتين بنفس الاتجاه شو المكافئه؟ بتكون جمع. جمع. اذا كانوا البطاريتين عكس بعض، واحده هيك وواحده هيك، شو بتكون المكافئه؟ طرح. طبعا بطرح اللي معاي ناقص اللي عكسي، بطرح اللي معي ناقص العكس، بتطلع اللي هي المكافئة. هذا اللي أنا حبيت أحكي لكم إياه لأنه سألوا عنه كثير الطلاب.